الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إتمام الحجة كما يكون بإظهار آية وبأمر خارق للعادة عبر الخوارق المختلفة التي سبق وأن ذكرنا بعضها بالنسبة لأفراد البشر قد يكون أيضا بما هو مبتدع يعني أمر جديد لم يكن في السابق له نظير ولكن بما أن الأمر الجديد اللي لا يكون في السابق له نظير يصير محل إشكال بأنه من السحر مثلا بأنه غير طبيعي فعموما المعجزات والكرامات والخوارق تكون على نماذج سابقه يعني الرسول صلى الله عليه واله عندما ياتي بمعجزه فان لم يكن لهذه المعجزه سابقه عند اليهود عند النبي موسى، عند الانبياء السابقين فيمكن يستشكلون بان هذه المعجزه سحر مثلا كما كانوا يذكرون بان ايات رسول الله صلى الله عليه واله سحر وهو ساحر والعياذ بالله فلذلك غالب المعجزات والكرامات والخوارق للايه لها سوابق تلك السوابق كانت في ازمنه سابقه ويعتقد بها من يتم الحج عليهم مثلا في هذه الروايه الشريفه التي نذكرها ان الجبل يتكلم والجبل يشهد برساله رسول الله صلى الله عليه واله اليهود هذه ايه واضحه بينه كانت عندهم كهذه الايه نظير لهذه الايه أن الجبل الآن تكلم الجبل ارتفع إلى السماء وأصبح كالظله وظنوا أنه واقع بهم معجزة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام أنه عندما ذهب مع الأربعين إلى الجبل قالوا أرنا الله جهرة فارتفع الجبل الآية المباركة فإذا يمكن ان يكون الجبل اللي هو جماد يتحرك يتكلم يرتفع عن سطح الارض فما يقدرون ينسبون الكذب والسحر لرسول الله صلى الله عليه واله في ذلك. طبعا اللي يريد ينسب ينسب ولكن تتم الحجه هكذا. او عندما خرجت ناقه صالح من بطن الجبل تشقق الجبل فخرجت انهار المياه من بطن الجبل في قضيه رسول الله صلى الله عليه واله، هذا ليس بمستبعد. الله عز وجل فعل ما هو اصعب من ذلك اعجازا للنبي صالح خرجت الناقه من بطن الجبل. في الايه المباركه هذه ناقه الله لكم ايه علامه معجزه من الله تصديقا للنبي الصالح واتماما للحجه عليهم. في قضيه النبي موسى واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم. خلينا نوسع البحث شويه لتعم الفائده. مثلا عندما يستشكل المخالفون علينا بروايه مرويه في الكاف الشريف عن عفير أو يعفور حمار رسول الله صلى الله عليه واله بأنه تكلم وروى رواية ويستهزئ عموما المخالفون في مواقع خصوصا التواصل الاجتماعي بأنه كيف ينقل حمار رواية عن أبيه عن آبائه عن الحمار الذي ركب على ظهره النبي نوح المخالفون يستشكلون ويستهزئون بهذه الرواية المروية في كتبنا وشنو الجواب؟ هل من المستغرب عندكم تكلم حيوان ألم يكلم نبي الله سليمان هدهد وأرسله وبعد ذلك رجع هدهد وتكلم مع النبي قال لي ما لي, قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال من الهدهد احطت بما لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هدهد تكلم النملة تكلمت قال يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها سليمان سمع بكلام النملة زين يعني انتم تستهزئون بما هو ثابت في القران الكريم ايضا من كلام الحيوانات، شوفوا هذه كرامه لرسول الله صلى الله عليه واله فاذا ينكرونها ويستهزئون بها، هذا الاستهزاء ما له مانع ما له معنى في قضيه الامام الجواد سلام الله عليه وانه وصل الى الامامه دون البلوغ هل هذا مانع من ادعائه الامامه ومن كونه اماما انه لم يصل حد البلوغ كله الم يكن النبي يحيى بنص القران الكريم اماما وهو صغير وآتي يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكمه صبيا قضيه النبي عيسى عندما سألوا مريم سلام الله عليها أنه شنو هذا الطفل من أين فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهده؟ صبية قال النبي عيسى طفل عدة يوم أقل أكثر إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني إلى آخر الآيات المباركة إذن هذه قضايا لها سابقه يعني معجزات كرامات لها سوابق هذه السوابق توجب اتمام الحجه اكثر اذا واحد يريد يستشكل انه كيف سلمان المحمدي صلوات الله عليه احيا ميتا النبي عيسى بنص القران لانه عموما المخالفون يستشكلون في هذه الروايه روايه الفضائل النبي عيسى باذن الله احيا ميتا كيف امير المؤمنين سلام الله عليه كذا وكذا من الفضائل له للانبياء السابقين لرسول الله بنص القران الكريم اذا عموما هذه الخوارق للعاده عموما لها سوابق الوحش كان مسخر لسليمان كذلك عندما يلقى بالامام سلام الله عليه الى بركه السباع فياتي اليه الوحش الاسد ويتمسح بقدميه مسخر مثل ما كان الوحش مسخر للنبي سليمان سلام الله عليه بل القدرة التكوينية والولاية وال... التكوينية للمعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ليس بدعا كانت هذه الولاية للأنبياء السابقين الولاية التكوينية يعني أن يؤثروا في التكوين لهم الولاية التشريعية ولهم الولاية التكوينية في الولايه التشريعيه بحث قد نتطرق اليه في وقته. الولايه التكوينيه بيدهم امر التكوين، الله عز وجل جعل امر التكوين بيدهم فهم في طول الاراده الالهيه وقلوبهم اوعيه مشيئه الله. امير المؤمنين سلام الله عليه يحيي الميت، عظام جمجمه يتكلم معها فتكلمه النبي عيسى كان يحيي الميت. النبي سليمان كانت الريح بيده. الولايه التكوينيه كانت للانبياء السابقين لكبار اولياء الله السابقين في الكتب السابقه في القران الكريم فلا يمكن ان يستشكل اهل الشرائع الاخرى المنسوخه او المخالفون على هذه القضيه. في الايه المباركه لسليمان الريح النبي عيسى يقول اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. النبي ابراهيم والطيور الاربع في القضية المفصلة التي جعل على رأس كل جبل جزء فبعد ذلك دعاهم فأتينا في قضايا كثيرة سننتطرق نتطرق هذه كنقطة النقطة الثانية الله عز وجل يقول والمدبرات أمره لأن يعني هناك مجموعة من الملائكة تدبر شؤون الحياة شؤون الكون بإرادة إلهية الله عز وجل جعل مفاتيح هذا الكون الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام وفوض إليهم إدارة هذا الكون طبعاً مو التفويض المطلق اللي هو بعد ما عنده شغل لا التفويض يعني في طول الإرادة الإلهية بل المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هم العلل المحدثة والمبقية والعلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الغائية للكون شوفوا علة محدثة كيف؟ لاحظوا بعض الايات والروايات فيما نحن فيه طبعا مثل ما الله عز وجل جعل قيام الكون كما ان الله عز وجل جعل قيام الكون بالجاذبيه في الارض القوه الطارده بالعناصر الاربعه هذه اسباب قيام الكون جعل المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام من اسباب قيام الكون لولا الحجه لساخت الارض باهلها زمام العالم بايديهم كما ان زمام الموت بيد عزرائيل زمام العالم بايدي المعصومين لا يستبعد ذلك إن واحد يجي من المخالفين أو من من الشيعة إذا كان ضعيف العقيدة ويستشكل على هذه الروايات أن هذه روايات إسرائيليات لا يمكن أن ننكر الآيات المباركة الله في آية يقول أنا أتوفى أنفس حين موتها في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم في آية أخرى الذين تتوفاهم الملائكة يعني الله عز وجل هو يتوفى ملك الموت يتوفى مجموعه من الملائكه تتوفى وتاخذ ارواح الناس هنا هم سلم الامر بيد اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين هذه الولايه التكوينيه كيف اصف وعرش بلقيس بلمحه بصر اتى بعرش بلقيس هذا ولايه تكوينه يعني تاثير في التكوين بلمحه بصر بلحظه اتى بعرش بلقيس في قضيه سليمان والريح والشياطين ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى وخلق الخفاش اخلق لكم من الطين كهيئه الطير هذه كلها قضايا تكوينيه يعني الله عز وجل فوض امر خلق الخفاش بيد من؟ بيد عيسى بإشكال عليه السلام لا أشكال في ذلك السيدة زينب سلام الله عليها بس مو المعصومين عليهم أفضل حتى السيدة زينب سلام الله عليها عندما وصلوا إلى سوق الكوفة والبلبلة والتصفيق والصياح والهلهلة وما إلى ذلك فأرادت أن تخطف في سوق الكوفة أشارت أو مأت بيدها فسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير وكذا السيدة زينب لها هذه الولاية التكوينية أن الناس كلهم يسكتون بإرادتها فيستمعون لها رغما عنهم مضطر يسمع حتى تتم الحج عليهم وتوصل رسالتها لهم لاحظوا أهل البيت سلام الله عليهم علة الحدوث يعني علة إيجاد الكون في رواية عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا هذا علة الحدوث يعني نحن صنعنا الخلق الخلق من المخلوقات كلها لأن المصدر بمعنى اسم المفعول أنهم عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام علة البقاء لاحظوا لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها إذا ما الذي أبقى على الأرض وما فيها الأمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا العلة الغائية شنو الغاية من الخلق الغاية من الخلق يعني الله لماذا خلق الخلق لولاك لما خلقت الأفلاك لو لاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقته ولولا فاطمة, ولو فاطمة لما خلقتكما العلة الغائية بل حتى العلة المادية يعني هذه المواد اللي نشوفها في الكون هذه الأجسام الأرض هي الأرض السماوات هذه كلها العلة المادية أيضا المعصوم عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لاحظوا الرواية في حديث قدسي وهي فاطمة وبنورها ظهر الوجود من الفاتحة إلى الخاتمة باء سببية بنورها يعني بسبب نورها أو باء نشوية يعني من نورها يعني هذا الوجود من الفاتحة إلى الخاتمة من نور فاطمة نفس هذا النور الإلهي جزء منه أصبح هذا الخلق في رواية أخرى أيضا أن الجنان خلقت من نور وجه فاطمة سلام الله عليها. إذا لاحظوا الله عز وجل هكذا أراد. لا بأس بذلك في إشكال؟ يعني في إشكال فني في المسألة؟ حتى واحد يستشكل. فإذا الرسول صلى الله عليه واله يأتي ويتكلم مع الجبل والجبل يكلمه قضية هينة. يعني واحد يشوف إذا المنظومة العقائدية تكون كاملة عنده، القضية تكون هينة وإن استشكل عليه أحد فهناك النماذج والنظائر القرآنية وفي الكتب السابقة عن هذه القضايا في رواية عن الزهراء سلام الله عليها تقول ونحن وسيلته في خلقه وسيلته في خلقه هذا المقصود يعني وابتغوا إليه الوسيلة إن يعني الخلق إذا يريدون يوصلون إلى الله عز وجل نحن الوسيلة أم لا أن الله عز وجل خلق الخلق بواسطتنا يعني خلقنا فخلقنا الخلق بعد ذلك كما في رواية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن في احتمال ونحن وسيلته في خلقه ونحن خاصته ومحل قدسه ونحن حجته في غيبه إذن أو في رواية أخرى فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الارحام وما تغيض اصلا تشوفوا الادعيه المختلفه دعاء العلوي المصري زياره الجامعه ادعيه مفاتيح الجنان واحد يشوفها مليء ببيان هذه المعارف ان المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام باراده الهيه مو في عرض الله ذاك الشرك لا يعتقد احد بانهم في عرض الله لا في طول الله, الله فوض الى عزرائيل قبض الأرواح فوض إلى المعصومين خلق الكون الوزان واحد لا يختلف الأمر هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام أيضا كان ممن توسل في محنته وفي كربه العظيم بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام نزل جبرائيل بألواح وفي صندوق 129 ألف بسمار كما في رواية بسمار فحتى ينصب هذه الأخشاب بعضها بالبعض ويصنع السفينة فالبسامير الخمسة الأخيرة هي ضرب البسمار الأول فظهر نور عظيم قال يا رب ما هذا النور قال هذا مسمار كما في الآية الرواية نقرأ جزء من الرواية سمر المسامير كلها في السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء وكان المسمار الأول باسم الرسول صلى الله عليه وآله المسمار الثاني باسم أمير المؤمنين الثالث باسم فاطمة الزهراء الرابع باسم الإمام الحسن المجتبى و في الرواية ثم ضرب يده إلى مسمار خامس فأشرق وأضاء وبكى فقال يا جبرائيل ما هذه النداوة ليش دموعي جرت بهذا المسمار الخامس فقال هذا مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولانا ما دارت السفينة بأهلها كذلك بالنسبة إلى النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عندما ألقي في النار أيام يجمعون حطب حتى قاموا يقولون بين الناس اللي يريد أن يشفى مريضة فليأت بحطب ينذر أنه أخذ حطب لإحراق إبراهيم الذي دمر آلهتنا وكفر بآلهتنا ف كانوا يأتون بالحطب وينذرون فأخذ طبعا شيطان أوحى إليهم بصنع المنجنيق يعني أجاو قالوا اصنعوا المنجنيق لأنه هذا النار صار طبعا حول الحطب سوف الجدار عظيم فبعد الطائر ما كان يقدر يطير من فوق الحطب بعد اشتعاله نارا يعني مثل واحد يمكن يصور مثلا كيلومتر هذا لهيب النار متصاعد فبالمنجنيق ونمرود راح على مرتفع حتى يشوف الموقف فبعد ذهابه الى المرتفع اتوا ابراهيم في المنجنيق ورمي به الى النار زين يعني هنا أنا سفر الرواية اذكر جزء من الروايه ايضا للتبرك عندما رمي به الى النار توسل توسل بالمعصومين عليهم افضل الصلاه واسكى السلام كما في روايه الامام الصادقي سلام الله عليه فوقع في النار النار مشتعلة وأنه النار انطفت الله عز وجل قال بعد أن توسل بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام بالخمسة الطيبة يا نار كوني بردا فالنار هي نار مشتعلة وأنها انطفت البحث اللي في البحث السابق بينا أنه هل هذه العلل علل توليدية إعدادية أو علل بالتوافي أن هذه النار موجودة ولكنها لم تحرق إبراهيم فأصبحت بردا فاصطكت أسنان إبراهيم سلام الله عليه من شدة البرد مثل الثلج صار تحت الصفر فالله عز وجل قال وسلاما بردا وسلاما يعني برد ولكن برد ما يأذي برد سالم في رواية أنه ثلاثة أيام بعد هذه قضية إبراهيم النيران على كل الكرة الأرضية ما كانت تحرق يشعل النار والنار يعني يشوف لهيب النار ولكن ما تحرق بارد بارد فهذا اللي ذكرناه احنا سابقا أن هذه العلل ليست علل توليدية وإنما هي علل إما إعدادية وإما بالتوافي يعني علل ظاهرية ولا الواقع أن الله هو علة العلل أو مسبب الأسباب لاحظوا الروايه قالت الارض عندما رمي بابراهيم الى النار قالت الارض يا رب ليس على ظهر على ظهري احد يعبدك غير هذا فيحرق قالت الملائكه يا رب خليلك ابراهيم يحرق قال جبرائيل يا رب خليلك ابراهيم ليس في الارض احد يعبدك غيره فسلطت عليه عدوه يحرقه بالنار فقال اسكت إنما يقول هذا عبد مثلك يخاف الفوت وهو عبدي آخذه إن شئت فإذا دعاني أجبته فس كيف دعا الله إبراهيم كيف دعا الله هذه كما في رواية الإمام الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن إبراهيم لما ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما نجيتني منها فجعلها الله عليه بردا وسلاما هذا بردا المهم انه وسلاما مو برد اللي هذا البرد يؤثر سلبا على الانسان اذا يمكن هذه الاسماء الطيبه وهذه المعاني المرتفعه خلقها الله انوار قبل خلق الارض وقبل خلق الملائكة فتعت أعينها الملائكة لترى هذه الأنوار فعلمتها كيفية التسبيح فسبحت فسبحنا كما في الرواية أو سبحنا فسبحت الملائكة وهللنا فهللت الملائكة فعلموا الملائكة بيدهم زمام الأمور فإذا واحد يستعين بوجودهم اللافظي يعني يذكر يصلي عليه على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله قبل الدعاء المفتاح بيتهم لاحظوا تتميم البحث بعد أن أقسم بعد أن طلب الرسول صلى الله عليه واله من الجبل أن يتكلم فتحرك الجبل هذا تحرك الجبل مو قضية بدع جديد مبتدأ لا تحرك الجبل سابقا أيضا في قضية النبي موسى في قضية النبي صالح في قضايا متعدده، فتحرك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى يا محمد اشهد انك رسول رب العالمين وسيد الخلق اجمعين واشهد ان قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت، هم كان اشكالهم انه ليش تقول قلوبنا كالحجاره او اشد قسوه؟ اشهد ان قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقصى من الحجارة لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلا الماء الكثير السائل أو تفجرا يعني جريانا انبعاثا تدفقا تفجر الماء يعني تدفق الماء وإسراعه وأشهد أن هؤلاء اليهود كاذبون عليك فيما به يقرفونك من الفرية على رب عالمين يكذبون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأسألك أيها الجبل أمرك الله بطاعتي أنت الآن مطيع لي فأسألك أجب فيما ألتمسه منك ألتمسه يعني فيما أطلبه منك أنا ده أطلب منك أن تتكلم كيف يطلب أيضاً يعلمنا رسول الله بهذه الطريقة يطلب فيما ألتمسه منك بجاه محمد وآله الطيبين الذين صلوا على محمد وآل محمد. محمد, محمد الذين بهم نجى الله نوحا من الكرب العظيم بعد أن سمر المسامير اللي هي باسماء الخمسه الطيبه الله انقذه ولولا تلك المسامير لم تتحرك سفينه نوح من الكرب العظيم وبرد الله النار على ابراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما ومكنه في جوف النار ابراهيم لما نزل في النار في الروايه ان جبرائيل ايضا اتى وجلس صارت قعده بنص النار بين ابراهيم وجبرائيل ومكنه في جوف النار مو انه بس بقلب النار وما يحترق واذا في وسط النار سرير واريكه واشجار والاشجار تحمل من الازهار اللي هذه الازهار لا تجتمع في وقت واحد لانها ازهار اشجار مال الفصول الاربعه لانه يعني كل ثمره لفتره من الفترات وفي فصل من الفصول، فاجتمعت هذه الازهار كلها معا. ومكنه في جوف النار على سرير وفراش وثير يعني لين، سهل، وطيء هذا الفراش. لم يرى او لم يرى تلك الطاغيه مثل له لاحد من ملوك الارض اجمعين. نمرود الى الان ما كان شايف سرير. هو على مرتفع يطالع إبراهيم وإذا به على سرير والنار من حوله مشتعلة وأنبت حواليه من الأشجار الخضرة النظرة اللطيفة النزهة عما حوله من أنواع النور الزهر الأبيض هذا النور هذا النور مو مال واحد أوقات متعددة لأشجار مختلفة مما لا يوجد الا في فصول اربعه من جميع السنه. طبعا هنا نمرود احتار شاف جايب الخلق كلهم من القرى والارياف والمدن القريبه والبعيده مجتمعين واذا ظهرت هذه الايه والكرامه والاعجاز الغريب فقال انا الذي منعت النار شلون يسوي؟ يغري الناس ايضا بالج... انا الذي منعت النار من احراق ابراهيم فهي قوتي هاي قدرتي. طبعا الجاهل يبقى جاهل بعد. اللي يريد أن تتم الحجة عليه فقد تمت الحجة عليه قال الجبل بلى أشهد لك يا محمد بذلك وأشهد أنك لو اقترحت على ربك أن يجعل رجال الدنيا قرودا وخنازير لفعل هذا أيضا له سابقة المسخ الأقوام السابقة كانت النبي كان يطلب من الله أن يمسخ قومه الكفار فكانوا يمسخون على اشكال مختلفه وبعد ثلاثه ايام يموتون. فالامر بيده ايضا بيد رسول الله الجبل ده يشهد انه ان يجعل رجال الدنيا قرودا وخنازير لفعل او يجعلهم ملائكه يعني تغيير جوهري يصير فيهم من هذا الجسم جسم الكثيف يصبح اجسام لطيفه لفعل او يقلب النيران جليدا النار يصير ثلج أو الجليد نيران لفعل لأن الآن قلنا بأن العلة بالتوافي أو العلة الإعدادية فيمكن تغيير ذلك أو يهبط السماء إلى الأرض أو يدفع الأرض إلى السماء لفعل أو يصر يصير أطراف المشارق والمغاربة والوهاد الوديان كلها في صرة يجمعها في شيء ويشد كل هذا الكون اللي واحد يشوفه كصرة الكيس كصرة صغيرة لفعل وانه قد جعل الارض والسماء طوعك الارض والسماء طوعان لرسول الله هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين